korkmuş diyemem. Her masalın sonu varmış bilemem. Esselamu aleyküm. Ve aleykümselam. الله يفك أسركم. الله يسمع منك. شكرا. فيكن تناموا على هدوك التختين. طيب معلم رضا، شو اللي جابك لعنا؟ عفوا، أنا بعرفك من قبل أخي. أنت نسيتني، بس أنا مستحيل أنسى هالعيون. إجيت من كم سنة لتعلمنا شغل النحاس. أنا فؤاد معلم. تمام، هلأ تذكرتك أخي. أهلين، كيفك؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله بخير. خير، ليش انتو هون معلم؟ الظاهر انه لازم ناخد لنا كم درس. والله انت ما بتستاهل يا معلم، انت فضلت علينا وكنت تجي كل يوم لتعلمنا المهنة. لا، الفضل لله. عفوا، انت معلم مثله كمان؟ تقريبا. فؤاد، اذا في مجال تطلب لنا كاستين شاي. تكرم عينك معلمي. تعا نقعد ومنحكي مع بعض ومنخبرك ليش فتنا على السجن. رح جيبهم واجي معلم. شكرا. العفو. يسلم ايديك. تعال نقعد. مرحبا. أهلين. الله يفك أسركم. فوتوا لجوا، نقوا تختكم. مرحبا. أهلين. هدول فاضيين؟ ايه فاضيين، عدوا عليهم. هاي يا ستات، شو بكن؟ ليش قعدتوا على الطرف وكأنه رح تطلعوا بعد شوي؟ لازم تتعودوا على السجن من هلأ، وإلا رح تتعبوا كتير لأنه قعدتكن طويلة. مددوا وخدوا راحتكن. يلا، شو على مين تضحكتوا؟ وإن شاء الله ربحتوا منيح، يعني ما تكونوا فتوا على السجن على الفاضي. نحن ما نصبنا على حدا. والله الكل بيقول هيك بالأول. ما تخافوا، احكوا الحقيقة. خلص انحكمتوا، ما حدا بيقدر يضركم. محاكمتنا لسه ما خلصت، بعدين نحن عن جد ما عملنا شي. ورح تطلعوا براءة. سامعين؟ الظاهر الستات جايين لحتى يغيروا جو عنا. يا ربي، كيف رح أقدر أعيش هون؟ وين بدي خبي وشي من عمر؟ خلاص تمام. روقي فلتان، كرمالي اهدي شوي. خلاص رح نطلع. يا ستي، اجت الست زمرات. خليها تفوت. تفضلي. اهلا وسهلا، تفضلي. نفيسة، والله ما بتقومي من محلك، خليكي مرتاحة. اهدي اهدي، لا تتعبي حالك يا روحي. انت منيحة؟ مالها قلبك شر، سلامتك. لا تخافي، ان شاء الله رح يطلعوا من السجن عن قريب. ما قدرت روح على المحكمة. لما وصلت على الباب حسيت كأنه حجر وقعد على صدري. يا ريت لو طلعت روحي قبل ما أشوفهم مرميين بالسجن ومزلولين.
صحيت لقيت حالي هون بالأوضة ولوحدي. بس بهذا الوقت نفيسة ضعيفة والدموعها على خدها. ما بتلزمنا بنو، نحنا بدنا إياكي صبورة وقوية وواقفة مثل الجبال. يعني شايفتيها مناسبة هلأ وبهالحالة إنه ننهار ونضعف؟ لا هيك ها؟ هلأ أولادنا محتاجين لدعواتنا، ناطرين فرج الله. يعني إذا نحنا ضعفنا شلون هنن بدهم يصمدوا لك؟ ما قدرتي تروحي على المحكمة؟ شو فيها؟ هي نحنا رحنا بس ما قدرنا نعمل شي. والأكيد إنه ما رح نترك الأولاد بالسجن بنوب، وخاصة إنه ما لهم ذنب بهي التهمة إلا ما يبين الحق ويطلعوا براءة. ملك محبوسة يا أزمرد، وأولادها هم مهمومين، كرموا دفنا قاعدين طول النهار والدمعة على خدهم، حتى نسوا كيف الناس بتنبسط وبتضحك. والمشكلة هالمسكين ابن الصغير كل الوقت عم يسأل عن أمه، وبتعرفي ما فينا نقول له وينه وهو مو عارف يكنه يسكت. الله يعينه. فوق حبستهم فيلدان أكلي هم، قال شو بدنا نقول لعمر إذا اتصل فينا؟ لك اتهموهن تهمة باطلة ما خصهم فيها. بحياتنا ما أزينا حدا لحتى الله يعاقبنا هيك. يا ربي دخيلك تفرج علينا. أكيد رح يفرجها، الله كبير وما بيرضى بالظلم، والحقيقة رح تبين. الله يفك أسرهم. آمين. شو صار بالمحكمة؟ ما خبرتني. اعتقلوهم. أنت عن جد عم تحكي؟ يعني لسات أمك بالسجن؟ يا ربي دخيلك، المسا في عندك مباراة، شو بدنا نعمل؟ لك أصلي أنت ما بتفكري غير بحالك؟ أنا عم أحكي كرمالك مو كرمالي، لأنه الزلم اتصل. أي اتصل؟ العمى شو بده فيني هاد؟ إيش وقعت عقد معه؟ إمتى ما بدي بروح بلعب؟ وأصلاً هلأ مشغول أنا بموضوع ماما. إيه الحق معك. طيب بدي سكر، يلا منرجع منحكي بعدين. ماشي، شوفك. شوفي، كنتي عم تحكي كرم ما هيك؟ ايه خالتي. وشو القصة؟ سمعتك عم تقولي سجن. امه لكرم سجنوها بتهمة سرقة قطع اثرية. طيب بسيطة. ماشي. الباي طلع فيني. لك ألبوي، شو مخبز انت؟ شوفي هلأ، التحفية اللي جبتها على البيت كانت قطع أثرية؟ ايه. لك ألبوي، شو هي العملة اللي عملتها؟ لك شلون هيك؟ ما بصدق. مشان هيك اجا كنان وخانقك؟ انت اللي سجنت ملك ورفقاته ما؟ ايه. بيعجبني ذكائك، عرفتي ليش انا بحبك؟ بس أنا كمان ذكي كتير، الواحد يحكي الحق. لك أي ذكاء وأي بطيخ يا أهبل، ولك أنت غبي وما في أغبى منك كمان. اسكتي بقى. لك يا بني آدم، لك أنت جبتهم لهون، ما فكرت يجي يفتشوا البيت؟ لا تكبري القصة، أكيد ما كنت تاركهم بالبيت. شو رح يصير هلأ؟ إذا راح كنان وبلغ عنك كان في مع زلمة ورقة رابحة وصاروا تنتين، شو استفدت أنت؟ هي ملك بالسجن شو صار؟ شوفي، هن كل مرة بينزعوا حياتي، خليني شي مرة أنزع حياتهم. ما بعرفك حقود لهي الدرجة، انت عن جد صاير واحد بخوف وماله أمان. أنا وكنان متفقين على الموضوع، وتركني بعد ما خططنا لننتقم منهم لأنه عاش أولهان، وأنا مو على كيفه وكيف قلبه، وأصلاً هو أخي يعني ما بيأذيني. أنت ما بتعرفي مثل ما أنا بعرفه، فهمتي؟ ومع هيك لا توثق فيه، اسمع مني ماشي؟ وعيد حساباتك. مدحت لسه ما أكلت شي؟ مو جاي على بالي. أنا خلصت صحني ماما. برافو عليكي يا شاطرة، لكن قومي لحتى نغسل إيدينا. يلا لشوف. تعي تعي يا روحي. يلا يلا اركدي على المغسلة.
مدحت؟ شكلك اليوم الصبح فهمتني غلط، يعني أنا ما قلت عنا محتالة، ما قصدت هيك بكلامي. كيف أختك؟ إن شاء الله قدرت تشوفها قبل المحكمة؟ هاي مسألة عائلية، انسي القصة. يعني عادي الناس بتسأل عن أحوال بعضها، ما فيها شي يعني؟ طيب على كل حال، تعرف شو صار بقصة البيت تبعي؟ رفيقي عم يدور ووصيته مشان يستعجل. ايه بس يا ريت وصيته انه ما يكون بيت صغير وما يكون ديكوره مو حلو. بهي الحالة رح تصفي بالشارع. يا ربي مدحت، الله يسامحك حبيبي، شو هالحكي هاد؟ بانو يا روحي، لا تخافي من هالموضوع لأنه رح تبقي معنا لبين ما تلاقي بيت يعجبك وترتاحي فيه. شكراً حبيبتي سيران، أنا ما بدي إزعجكن أكتر من هيك يا روحي، الأحسن إنه بكرة ضب أغراضي وأطلع أدور على بيت. سارة ما قدرنا نحمي أمانة الخال حافظ، حاولنا كتير بس لك كيف الورشة تسكرت. بشرفك لا تحكي هيك. انت ما شفت وضع الورشة، الشرطة قلبينا فوقاني تحتاني وهنن عم يدوروا. والله حاسس راسي رح ينفجر، عم قلب القصة بعقلي بس ما عم استوعب اللي صار. كيف فتنا على السجن؟ تقول مثل الحلم يا زلمة. والمصيبة الطلاب شافوا يلي صار بالورشة وأكيد عرفوا ليش انحبسنا. يعني سمعت الورشة صارت بالأرض، كل اللي إجوا يتعلموا عنا كان عندهم ثقة فينا، وهلأ العالم بتكون عم تحكي شروي غربي وتألف قصص علينا. لك لا تشغل بالك بالعالم وكلامهم، هذا نصيبنا، هيك الله كاتب، ونحن ما علينا غير نقول الحمد لله. مرميين هون ومو طالع بإيدنا شي، شو نعمل؟ قدي رح نبقى يومين أو يمكن سنتين؟ ما فينا غير نصبر. السلام عليكم، ممكن نقعد معكم شوي؟ وعليكم السلام. وعليكم السلام. والله يا جماعة زعلت من كل قلبي ونهرت عليهم، حتى لو صار بيناتنا خلافات بالسوق بس منضل أهل وجيران، والمثل بيقول لك الجيران لبعضها وخاصة بهيك وضع. بعرفكم المحامي شيتين، طبعا الرجال مختص بهي القضايا. اللي شفناه منك بكفي. هلا مو وقت هاد الحكي، صدقني قصدي خير. طيب شكرا لك، نحن عيننا محامي وواثقين ببراءة أولادنا. البركة بالمحامي تبعكم، بس عطوا فرصة للأستاذ على الأقل خليه يقول رأيه. بعد ما دققت بالقضية بمساعدة السيد كنان شفت أنه أدلة الاتهام قوية، بس عندي خبرة كبيرة بهالنوع من القضايا. لليوم ما خسرت ولا قضية، فيكن تسألوا نقابة المحامين وتتأكدوا. طبعا بالأول صعب كتير نطالع الكل، بس اسمحوا لي أعمل جهدي لحتى نطالع النسوان على الأقل. إيه خلي خبرتك لألك، خذ المحامي تبعك وروح. سيد سعيد علي، أكيد الكل أولادك وهكلان همهم مثل بنتك وأكتر، بس بتعرف وضع ست ملك غير وكلك مفهومية، يعني صعب تتركها بالسجن وهي مريضة. لك أنت شو عم تخبز؟ بعرف إنه ست ملك مريضة بالسرطان، أنا اللي خبيت التقرير عن محامي الباي بقضية الوصاية كرمال ما يحرم هاي المسكينة من أولادها. الباي بيعرف لي مرضه؟ لا لا تشغل بالك، على الأقل خلينا نطالع الست ملك. ست فيلدان جديدة بالورشة لهيك مو صعب اثبت براءتها، وبعدين منلاقي حل مشان نطالع الشباب. رح اترك لكم كارتي فيكم تفكروا. تصبحوا على خير.
يلا بالإذن. ما بدي هالخير اللي راح يجيني منه. والله هذا الخير نحن بحاجة لإله كتير يا سعيد علي. أنا ما عم قلك حب الزلمة ورافقه، بس اللي قاله مزبوط. إذا في فرصة لحتى نطلع ملك لازم نستغلها. كمان قال مو صعب علي طالع بلدان. شو مشان خليله رضا؟ لك أحسن ما يضلوا الكل بالسجن. أنت عم ترجف من البرد؟ حرارتك مرتفعة ومحموم كتير. ما فيني اتركك عم تتوجع وتفرج عليك. وضعك كل مانو للأسوأ. خلص صار لازم يشوفك دكتور. ما بقى فيني ضل قاعدة. تحمل هلا بنلاقي حل. لا تدبلي، بترجاكي لا تموتي. أنا وعدت عمر قبل ما يروح إني أهتم فيكي لتكبري وحافظ عليكي. على القليلة أنتي ما تخزليني. يا بنتي لا تقهري حالك، ها؟ أصلاً هي الوردة موسمية، يعني بالربيع بتلاقيها كبرت وزهرت من جديد وورقت، وبآخر الصيف بتدبل، ووقتها ما بقى بيطلع بإيدنا شي ليجي موسمها. أنت خليكي عم تسقيها، اهتمي فيها وفوتيها لجوا وراقبيها لحتى يجي الربيع، ورح تشوفي كيف بتزهر من جديد. خلص ما بقى بدي شوفك عم تبكي يا قلبي. بكرة عمر بيرجع بالسلامة، وأمك رح تطلع من السجن لأنها مظلومة. يا روحي خلي أملك بالله كبير. نحن اتفقنا يجي المساء ويلعب، وعلى هذا الأساس أنا جددت الرهن واتصلت فيه كتير بس ما تنازل ورد. شو هذا مفكرنا أولاد يعني؟ بصراحة كرم صاير معه مشكلة عائلية، بس أنا رح حاكي لا تقلق، والمساء بيجي على المباراة. والله مشاكله ما بتهمني، بكفي المصاري اللي خسرتها مبارح، وإذا ناوي يلعب فيني بيكون عم يلعب بالنار. وصلي له هذا الكلام. طيب خلص طول بالك، أنا هلأ بتصل بكرم. أصلي فيكي تيجي شوي؟ ألو، من شوي كنا عم نحكي. Thank you.
انتي منيحة؟ ايه منيحة الحمد لله. لا تخافي بنتي، انا بخير. كيفك؟ ابي بنتي. أبي؟ يا ابني يا روحي يا عمري ارتاح. كيفك؟ بخير؟ كيف بدك أنا نكون يا أبي؟ ماشي حالنا. لا تاكل همنا أنت، وطمن أمي كمان، اوعى تزعل، فترة قصيرة والحق رح يبين. إن شاء الله خير يا ابني. أمك هلأ عند بلدان وبعدين رح تيجي تشوفك. خليل، ما صار شي جديد بقضيتكم ما هيك؟ ما في أي خبر من المحامي يا أبي، يعني متأملين يوافقوا على الطلب اللي بخص ملك. المحامي قدم لهم تقرير مرضى، بركي بتطلع بأقرب وقت. إيه يلا إن شاء الله بتطلع، بس ما يتركوا بلدان. ما بعرف، حكينا مع المحامي مشان مرت أخي وشرحنا له الوضع، قلت له ما صار لزمان عم تشتغل بالورشة، بركي بيقدر يساعدها. طيب اسمع شو رح قلك. قال لسه في عندكم جلسة تانية، إن شاء الله القاضي بيطالعكم كلكم من السجن. إن شاء الله. لا تنسى تسلم لي عارضة. تمام. أمك بعتت لكم شوية أغراض أعطيتهم للشرطي، رجع خدهم. سلامك بيوصل وشكراً على الأغراض. طمني أنتو مناح؟ لا تشغل بالك فينا، نحن مناح، لا تخاف. حتى كيفك ما عم بقدر قلك، لأنه هالسؤال مو وارد هون. مرت عمي مو طالع بإيدي غير الصبر والدعاء. خليكي قوية مثل ما بعرفك، لا تضعفي، بدك تصبري، غيمة وبتعدي إن شاء الله. الله يفرج علينا إن شاء الله. نحن ما رح نترككم. بعرف مرت عمي، الله يخلي لي إياكم. مرت عمي، وصلكم شي خبر عن عمر؟ لا. إذا اتصل لا تقلي له إني بالسجن، ما بدي يعرف إنه أمه بالحبوس، ما بدي إياه يدرى بهالفضيحة. خلص بلدان، فضيحة شو هي؟ أنت ما عملتي شي يوطي الراس. أصلاً قعدتكم بالسجن كلها ظلم بظلم، أنتم ما دخلكم وما حدا شاكك ببراءتكم، إلا ما يجي يوم ويظهر الحق يا بنتي. الله يسمع منك إن شاء الله. بعدين نحن مو عيلتك، أكيد رح نوقف معك ومستحيل نتركك، ورح تطلعوا كلكم بأقرب وقت إن شاء الله. ومن هلأ لا تطلعي، رح أجي شوفك بكل موعد زيارة. شكراً كثير لك، شكرا. رح نرجع نشرب قهوتنا بأرض الديار، رح نرجع نتخانق كمان. سعيد مو هيك لشوف، لا تبكي، بكفي بقى. ايه مرت عمي ماشي، ان شاء الله خير. كرم ليش ما اجى معكم؟ صارت معدته توجعه شوي قبل ما نطلع من البيت. كيف شو صاير له؟ كيف يعني؟ والله ما في شي ابدا، لا تخافي ماما، بجوز يكون اخذ شويه برد، بس قال اذا اجى لهون وشفتيه تعبان رح تاكلي همه وتزعلي كثير، لهيك بقي مع سعيد علي. سعيد علي كيفه؟ يعني شو قلتوا له؟ عم يسال عني؟ قلنا له راحت تشتغل ورح ترجع. ليكي
قال عمل هي كرمالك. لون كل خرزة لحال. يا بور قلبي قديشو شاطر وفنان. عم تاخدي أدويتك بانتظام ما هيك؟ عم باخدهم أبي وأنا منيحة، لا تشغل بالك. إيه كثير منيح. صحيح المحامي قدم للنائب العام طلب اعتراض مشانك وحط فيه تقرير مرضك. يعني ممكن يحاكموكي بدون ما تقعدي بالسجن؟ إيه مزبوط، بلكي بيطلعوكي اليوم من السجن. يطلعوني لحالي؟ مستحيل أرضى أبي. المفروض نطلع مع بعض لما تبين براءتنا، مو يعني إذا كنت مريضة بطلع وهنين لا. ما رح أقبل أطلع لحالي وهن يبقوا محبوسين، واللي صار بالورشة كلنا بنتحمل مسؤوليته، ما هيك؟ سعيد علي كرداخ، أصحك تغطي راسك أبي ولا تعبس وشك. أنا بنت المعلم سعيد علي، قوية كتير، والحقيقة رح تظهر شي يوم. إلا لعمتي لا تزعل. إيه وحياتك رح أضل قوية. إيه بعرف أنت بنتي القوية صبورة، وهالمشكلة رح تنتهي. شو عم تساوي؟ عالبال اعطيني الموبايل. موبايلي ضايع وبدي دق لحتى الاقيه. ليكن نسيانه بالصالون. هات. ليش هيك؟ صاير عم انسى كل شيء. طيب انا طالع. رضا الكل بيسلم عليك. الله يسلمك ويسلمون. شكرا لهم. شبك في شي؟ لا ما في شي. قديه حلو بهالحياة تكون عيلتك حدك وتدعمك، صح بعجقة هالدنيا ومشاغلها. بنسى اني عايش وحيد وما الي حدا، بس بالاعياد والجمعات بحس بالوحدة، وبالوضع اللي عايشينه هلا صدقني بهالظروف بتكون الوحدة تقيلة على قلب الانسان وبتحاصره لا تخنقه بالآخر. ولو مو أنا موجود ليكنا جنبك. إحنا ما لنا عيلتك يعني؟ إيه؟ ها؟ والله أنتوا أهلي وأعز. بس هيك ليه؟ أمي بعتت لك هالأغراض، شو بدك لسه؟ الله يخلي لنا إياها، تسلم إيديها يا رب. أنا ما عم أحكي هيك من باب المعاتبة، بس بين هالحيطان الأربعة هدوء وما بتسمع ولا صوت إلا صوت قلبك مسموع. يا خليل أنا ما إلي أي حدا، أول مرة بحس بهالشي. يا زلمة أنا وحيد للعظم، ما في حدا يزورني. إيه أستاذ، قدمت الطلب ولا لسه؟ طيب دخيل عينك خبرني بكل التفاصيل أول بأول، حاكيني لما تخلص شغلك. شوفك. تفضلي. مرحبا كينان. أهلين.
شو بدك لسه لحتى اضطريتي نقعد ونحكي لحالنا؟ عندي خبر باللي عمله قلبي بالورشة. جاي تتوسطي لزوجي؟ اجيت لنعمل اتفاق مع بعض. اتفاق لك؟ معك انت؟ اسمعني، قلبي من شي يومين جاب تحف قديمة على البيت، ولما سألته قال لي هدول زبون، بس لو كان عندي علم ممكن كنت قدرت امنعه. ظاهر انت مثلي تعبتي من تخبيص زوجك والمصايب اللي عم يعملها. ايه مزبوط، واذا بقي عم يفكر بهي الطريقه رح يورطنا معه، هالشي واضح. ايه وشو المطلوب مني؟ اذا منضل على تواصل وبتخبرني بشو عم يفكر قلبي، وانا طبعا لما اعرف شو ناوي يعمل فورا بخبرك، وهيك منقدر نوقف البلاوي اللي عم يساويها. شو رايك؟ لو تشوفي ملك قديش عم تبين لنا انها قوية وصبورة لدرجة انه هي اللي عم تواسينا. شو طالع بإيدها؟ المسكينة ما عم تخلص من هالمشاكل وما فيها تستسلم او تضعف قدام ولادها. انتو كمان لازم توقفوا جنبها. لك مالي عرفان كيف بدنا نخلص من هالبلوة. اهلين، خلصتي درسك؟ سلام. ايه خلصت واجيت. اهلين. ايه مدحت، في تحت ايدي بيت بتحب تشوفه؟ ايه طبعا بدي اشوفه فورا. بعت لي صور البيت. مين هاد؟ يوسف صاحب المكتب العقاري، قال لك بيت. اه عن جد هيك؟ ممتاز. هات لشوف. موقعه منيح وفيه نظام امن. ايه الاوضه صغيره شوي بس مو مشكله. اه بس بتعرف شو، الديكور ما عجبني، خاصة انه عاملين المطبخ امريكي وانا ما بطيق المطبخ الامريكي ابدا. انتي لحالك والبيت بكفيكي. مدحت خلص ما حبيت البيت. بس البيت منيح. مو مشكلة، رح شوف البيت. اتواليت من هون مو هيك سيران؟ ايه. شبك مدحت؟ إذا ما عجبها ليش عم تصر عليها تشوفه؟ والله رفيقتك فاضية وما في شي عاجبها، لو أنتي مالك هون شو كانت رح تعمل يعني؟ إي بس أنا هون والمخلوقة بتكون رفيقتي. بعرف وأنا احترمتها وفتحت لها بيتي مشانك، بس أنتي ملاحظة كيف أنا وياكي عم نتخانق من وقت ما إجت لهون؟ مدحت خلاص. الضيف بيقعد يومين وبيروح، بس رفيقتك أخذي راحتها، لك ما عم أقدر أحكي معك كلمتين على بعض. مدحت، سيران، خلص بترجاكن، ما بدي تتخانقوا بسببي كمان. بتعرفي مدحت معه حق، أنا اليوم المسا بضب أغراضي وبروح على الأوتيل، تقلت عليكن وماني حابة أزعجكن أكثر من هيك. بانو إن شاء الله ارتحت هيك. بانو. بانو لحظة، ممكن توقفي لو سمحتي؟ بتعرفي مدحت متوتر كتير هاليومين بسبب مشكلة أخته، ومع هيك عم يدور لك على بيت وحابة تروحي إنك تشوفيه. بس البيت ما عجبني. ليكي سيران، زوجك معه حق، يمكن هو مو مرتاح بوجودي، حتى أنت طول الوقت متوترة وعم تبرري لي تصرفات مدحت، وأنا بصراحة زعلانة عليكي، لهيك خليني روح. بشوفك. ايه يا جماعة، مع الأسف رح تتحكموا وانتم معتقلين، رفضوا طلبنا. بس ممكن نقدم تقرير طبي بحالة الست ملك، يعني في فرصة كبيرة انه يطالعوها لأنه وضعها الصحي مانو منيح، وطبعا هيك رح تتحكم بدون اعتقال. لا تقدم طلب. ليش ما يقدم الطلب ملك؟ انت عم تتعالجي، كيف رح تكفي علاجك وانت مسجونة؟ علاجي هو كم حبة دواء، واصلا ما لقينا المتبرع لسه، وبظن انه وجودي معكم هون لحتى يثبتوا براءتنا ما رح يأثر علي. مالك لا تعاندي، انت عندك مراجعة للمشفى، بأي وقت بيتصل دكتورك. مالي طالعة إلا ورجلي على رجلكم. لا تقدم تقرير طبي لو سمحت. ملك فيلدان، لا تعزبي حالك.
يا أولاد لساتكن من الصبح على لحم بطنكن، ما جعتوا؟ ما بدكن تاكلوا شي؟ لا جدي شكرا. دفنا كرم، عرفت اللي صاير مع أمكم؟ إن شاء الله تطلع بالسلامة. في شي بقدر أعملكن يا؟ لا بابا شكرا، نحن حطينا محامي. لا تزعلوا يا قلبي، يعني أكيد صاير شي غلط. بصراحة ما بظن أمكم إلى علاقة بالآثار أو إنها عم تشتغل بالتهريب. شو هالحكي بابا؟ طبعا ماما مظلومة. طيب على كل حال إذا احتجتوا لأي مساعدة خبروني فورا. إيه ماشي. لك هذا المحامي. يلا رد عليه بسرعة إن شاء الله خير. ألو. إيه تفضل أستاذ. طيب ايه ماشي فهمت عليك. قال رفضوا طالعوهم. بدي اعمل واجبي تجاه ابني. يعطيك العافيه. الله يعافيك. تفضل يا اخي. انا بكون صهر اصلي، زوج فندق الباي. حضرتك ابوها ما هيك؟ ايه يعني اصلي قاعد بتركيا. ايه من فتره اجيت لهون. معناتها راحت تحتمي بخالتها قليله الادب. ايه بسيطه والله، لكسر راسها بس لحتى اشوفها. اهدى شوي ولا تضوش، انا ابو حاسس فيك. خليك واعي لتفهم ليش بنتك هيك عم تساوي. هلا بصراحة أصلي ما عم تسمع كلمتنا بنوب، ما عم تهرب من البيت على طول. يعني برأيي تعال عود هون كم يوم، بتشوف بنتك وش لوش وبتحكوا وبتتفاهموا. شو قلت أخي؟ ايه طيب مو مشكلة، كان أعطيني العنوان. أنا بغازي أنت معروفة وما بتضيع. هلا ببعت لك مسج بعنوان بيتي. ماشي؟ يلا الله معك. لك بدي احرقك يا الباي وخلص منك بقى. لك ادريس رد على تليفونك. اي معلم. رح تبقى بلدان بالسجل لوقت المحكمه. اسمع منيح شو رح اقول لك. ما عم بفهم ليش ملك عم بتعاند وما رضيت تطلع. يا زلمة مرضك المال عم بيزيد؟ لأنه هكلاني همنا تعرفها، هذا هو طبع قلب على الكل. المسكينة بتفضل الناس على حالها. طيب برك استجد شي. ها كيف رح تطلع من السجن وقتها؟ افترض لأولى متبرع بعد يومين، ما فيها تطلع من هون فورا. يعني لتقدم طلبه لحتى يوافقوا عليه بدها شهور. لازم نعمل شي مشانها. لا مو على كيفها، ما فيها تضل هون، ما بيصير. معلم متأكد؟
رح تسلم الفيديوهات للشرطة؟ صح اللي عمله مو قليل، بس قلبي بيضل مثل أخوك. لو سمحت اهدى وفكر منيح مشان ما نندم. عطول بتقلي إنه هو ماضيك. يا ريت لو بقي بالماضي. الغبي دمر مستقبلي. إجا وقت الحساب هلا. يا سيدي عمر متصاوب، عسكري تواصل مع المقر فورا واطلب دعم جوي. النسر واحد حول، عمر متصاوب، رجاء ابعثوا لنا دعم جوي على الاحداثيات اللي وصلتكم. ايه مفهوم سيدي. فوتوا. يلا تفضلوا. فيكن ترتاحوا. خبرت المدعي العام انه بدكن تشوفوه. شكرا لك. احكوا لي عم اسمعكن. انا ورفيقي رضا منتحمل مسؤولية اللي صار بالورشة. حضرة المدعي، الست ملك والست فيلدان مدرسات، ما لهن علاقة بالبضاعة، وبيجوا على الورشة بس لحتى يعلموا الطلاب. قصدنا نقول لك انه ما عندهم خبر بالموضوع. وبالنسبة للقطاع الأثرية المهربة، هدول بخصونا لإلنا. شو هالحكي اللي عم تحكي؟ بعد إذنك، هاي الحقيقة نحن عملناها مع بعض.